بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، نجدد لكم التحية من جديد مع خامس الأشواط ينطلق على حضراتكم من خصصها لفناية الإبكار الفطامين مباشرة مع المركز الأول السلطنة ناصر بن الشراخ الوهيبي، مع المركز الأول المركز الثاني دلما عامر بن حميد السليمي على المركز الثاني، وما في المركز الثالث تدخلت هناك من أيضا نيران سالم بن أحمد الراشدي مع المركز الثالث والمركز الرابع، هنا من تواجدت مع المركز الرابع بشعار ناصر بن الشراخ الوهيبي على رابع المراكز، خامس المراكز زعفرانة عبد الرحمن بن محمد السيفي مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. نعود مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط إلى الانطلاق الجميل والتحدي المثير مع المركز الأول السلطنة، ما زالت نحو الصدارة نحو المركز الأول من تنطلق بشعار الشاعر ناصر بن الشراخ الوهيبي منطلقا بالسلطنة مع المركز الأول. اختار هذا الاسم، هذا الاسم القالي على قلوبنا، اسم السلطنة مع المركز الأول وبقيادة أحد شعارنا الكبار ناصر بن الشراخ الوهيبي من يقدم لنا السلطنة. لكن المركز الثاني نيران سالم بن أحمد الراشدي على المركز الثاني، المركز الثالث أيضا هناك مع نشبة ناصر بن الشراخ الوهيبي، لكن السلطنة أيضا هنا مع المركز الأول من تنطلق مع الصدارة هذا الشوط مع المركز الأول. يا سلام، هذه هي السلطنة. لكن المركز الثاني نيران سالم بن أحمد الراشدي، رينا نار ولا هناك ولا السلطنة، نيران ولا السلطنة، السلطنة ولا نيران. نيران تحاول، غيرت من جديد نحو المركز الأول سالم بن أحمد الراشدي، تهانينا والناموس على هذا الانطلاق. المركز الثاني أيضا السلطنة ناصر بن الشراخ الوهيبي، المركز الثالث نشبة أيضا بشعار الشاعر ناصر بن الشراخ الوهيبي. توقيتنا الزمني 2:16 والتوقيت الزمني لهذا الشوط، تهانينا والناموس.